طب تعالوا يا أولاد، تعالوا يا بنات، نبدأ نشتري عندي سيارات، عندي ميتورات، عندي بسكليتات. يلا تعالوا تعالوا، شوفوني كتير حلوين. يلا تعالوا تعالوا، نبدأ نشتري عندي كل شي بدكم اياه، عندي سيارات، عندي ميتورات، عندي بسكليتات. يلا تعالوا شوفوني كتير حلوين. تعالوا تعالوا، نبدأ نشتري. مرحبا. اهلين عم شرطي، شو حابب تشتري؟ انا ما عم اقدر الحق الحراميه لانه هذا السكوتر صار كتير بطيء، عندك شيء سريع لو سمحتي؟ اكيد عندي عم شرطي، تفضل لفرجيك شو عندي. اوكي. لك عم شرطي، عندي هاي سياره الشرطه كتير سريعه، بتحبي تجربها؟ فيني شوف غير شيء؟ اكيد عم شرطي، تعال افرجيك. لك هذا الميتور سعره 300، فيك تكمش كل الحرامية، شو رأيك تشتري؟ اوكي، انا حابب اشتري هذا الميتور، بس لازم تراعيني لانه انا الشرطي بحميكم كلكم. اما الشرطي هذا حقه 300، بس لانه انت اما الشرطي حبيعك يا بميتي. اوكي، اتفقنا، هي 200 يورو. هلا صار فيك تاخذ الميتور عم الشرطي. اوكي. شكرا كثير لك عمو على الميتور السريع، اذا صار معك شيء فيك تدقي لي على رقمي. اوكي عمو، لا تاكل هب، انا قويه. اوكي، باي باي. باي باي عمو الشرطي. هي جاني اول اسبوع لحظيه غنيه. يا تعالوا تعالوا، بدي اشتري عندي كل شيء بدكم اياه، عندي سيارات، عندي ميتورات، عندي بسكليتات. يلا تعالوا شوفوني كتير حلوين. في محل عم يبيع العاب، خليني اروح اشتري من عنده. يس. تعالوا تعالوا، بدي اشتري. مرحبا يا بنت. اهلا وسهلا، شو حابب تشتري من عندي؟ هاي البسكليت تبعي خربانة. شو عندك العاب خرجي العب فيها؟ في عندي هذا الميتار الازرق، بتحبي تجربه؟ تفضل جربه. اوكي. بس دير بالك لانه سريع، عشان ما توع. انا خبير موتورات. ها شو؟ ان شاء الله عجبك؟ هذا الميتور كتير حلو سريع. صراحة هو كتير حلو، بس أنا ما عجبني، لازم يكون كتير سريع، هو كتير بطيء، ممكن نجرب غير شيء؟ أوكي، ما في مشكلة، ترك هذا الميتور وروح شوف غيره. أوكي. واو، هذا السكوتر بعيده سريع. يا حبيبي، هذا البلد بايته كتير رح يعذبني. رح يخربه، رح يخربه. كتير حلو. يا ولد يا ولد، شوي شوي رح توع. ايش بك؟ انا معلم بهاي الشغله، ما رح اقفله. لا تقلي ما عجبك، هذا السكوتر كتير حلو. صراحة هو حلو بس كتير قصير على الأرض، مو مريح. ممكن تشوف آخر شغلة بليز؟ أبي يا الله، لخليك تشوف آخر شغلة. أوكي؟ أوكي. ممكن تشوف هاي السيارة الخضراء؟ ما في مشكلة، روح شوفها. يس. واو. يا ربي هيخربها. يا ولد يا ولد، شوي شوي رح تخربها. لك لا تخافي، ما رح ناكلها. شبك. والله الظاهر هذا الولد رح يجنني، شو انا ما عندي غيره. طمني، ان شاء الله عجبتك السيارة. ايه والله هاي عجبتني، خلص انا رح اشتريها. قديش سعرها؟ هاي السيارة حقها 200 يورو. شو؟ 200 يورو؟ ايه والله كثير. انا كل اللي معي 5 يورو. روح روح يا حبيب امك، هلا صار لك ساعة بتعذبني، بالاخير ما معك غير 5 يورو
رجعي تشتري سيارة الآن. خلص خذي هاي الـ5 يورو وخلصيها بقى، بتكفي حق السيارة، خليني آخذها وامشي. شو أنت مجنون؟ سيارة حقها 200 يورو، أنت بدك تعطيني 5 يورو؟ روح روح، ما عندي شي معك يا. شو بك؟ رايح؟ أصلا بسكليتي أحلى من كل الألعاب اللي عندك. أوف يا. روح من هون، شو باصمة مجانين لحدك؟ والله جنني وبشترى، ليكو كيف النكت محلي، خليه يضبه. يا ربي، والله كتير حلوة السيارة الخضراء، بس ما معي 200 يورو، خليني روح آخذ لها وهي ما رح تشوفني. يس! يو تعالوا يا أولاد، تعالوا يا بنات، مين بده يشتري عندي سيارات؟ يا ربي السيارات كتير وسخة، خليهم بمسحوا دقيقة لبل ما يجوا الزباين. البنت عم تمسح الألعاب، خليني روح آخذ السيارة، ما أنا منتبه عليها. ألو؟ عبا الشرطي؟ أنا غزل اللي اشتريت من عندها اليوم. في حدا عم يتصل فيني، خشفين. ألو؟ إيه معكم شرطة الأطفال، خشو صاير معكم؟ إيه أهلين غزل، عرفتك عرفتك، خشو صاير معك؟ في واحد إجا أخذ لي سيارة من عندي. شو؟ سرقوا لك السيارة تبعك؟ اوكي ماشي، تتم كون عندك، باي باي، يلا خروح بسرعة امسكن. يلا عم بستناكم، باي باي. دقيت للشرطة. مرحبا غزل، خير شو صاير معك؟ لسه اليوم كنت عندك. انا كنت عم بنظف محلي، فاجا واحد سرق لي سيارتي وهرب. الله يوفقك استعدي يا عم الشرطي. اوكي عمو، استنيني هون رح اكلشن الحرامي وارجع لعندك. شكرا كثير عم الشرطي، عم عزمك معي انا. لا 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 تاكلي هم، انا هلا بدور عليهم وبرجع لك حقك. باي باي. باي باي عم الشرطي. يا عمك مشوار الورد وحطه بالسجن. هي السيارة اللي قالت لي عليها البنت، خليه يراقبوا. كثير طيبة. يا ستي اجت الشرطة، خليه يهرب. تعال هون شرطة، بسرعة. بد التاني، يلا امشي قدامي. اخر مرة عم الشرطي، خلص انا ما بعيده. لا ما بصير، انت سرقت لازم تفوت على السجن. يلا امشي قدامي. طلعوني ما بعيده يا عم الشرطي، انا غلطت والله ما بعيده، طلعوني. وانتوا يا اولاد لا تاخذوا شيء مو الكم.